أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها يوصين بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.